السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وقول لي كيفاش كدوزوا هاد الايام مع هاد الجو؟ ما نقولش لكم انا البنات، عرفتوا المرضى غير كينوض واحد كيمرض واحد. الحمد لله على كل حال، لانه في هاد الوقيته من العام ضروري كتكون واحد المرضى. سبحان الله، ما عرفتي واش الجو كاين البرد ولا كاين الصهد. ما عرفنا واش نجبدو الحوايج ديال الصيف ولا نخليهم زعما، ولا نجبدو ديال البرد. بيني وبكم البنات، انا راني تخربقت هاد الايام، عرفتوا راه حضيو راسكم زعما من هاد المرض اللي كاين هاد الايام. ردوا البال بزاف للبرد، خصوصا مع الوليدات الصغار، لانهم ساكن ما عندهمش المناعه وكيكونوا دغيا كيمرضوا. فانا صراحه ولدي من هاد النوع. شكرا بعدا لكم بزاف البنات كاملين اللي سولوا على ادم. الحمد لله ولا بخير، خديت ليه الدواء ديالو وهذا، والحمد لله تاع عينيه ولات بخير الحمد لله. وشكرا لكم بزاف لانكم كتسولوا فيه، تاع هو راه كيسلم عليكم. المهم ما كاينش معايا دابا فاش كندير لكم مونتاج، ولكن راه دائما ادم كتشوفوه فوق ما كنبغي نصور شي فيديو، كيجي كيقول لي يا ماما بغيت نهضر مع البنات، يبقي يجمع معاكم وتيهضر معاكم. شكرا لكم بزاف بزاف. ونبداو الفيديو ديالنا كيما شفتوا معايا هاد الصباح. صبحت على هاد الروينه اللي كانت دارت ادم وصوفيا. راكم عارفين فاش كانت عندي صوفيا هنايا، طلعوا لهاد الصالون جلسوا كيلعبوا بالالعاب والروينه، فخليت هذاك الشيء هكاك لانه زعما قلت خلي حتى نسالي ليه وتكون عندي ليه الخاطر عاد نجمعهم. المهم هنايا جمعت ليه الالعاب ديالو في هذيك البواطه ديال الالعاب. صراحه خاصني ناخذ منها واحده اخرى لانها فعلا عمليه زوينه كبيره وكتجمع بزاف. وتبارك الله ادم، عرفتوا الالعاب راه ما نقولش لكم، خصني ندير بارك باش نحط فيه الالعاب ديال ادم، لانه تبارك الله الالعاب بزاف. كنشريو ليه حنا الالعاب، خواتاتي كيجيبوا ليه الالعاب، بابا كيجيب ليه زعما. والحمد لله زعما كنصدق شحال من حاجه. بعض المرات كنخرج جوج شباكي ديال الالعاب والله العظيم الا كنعطيهم في سبيل الله الوليدات بزاف زعما ديال الحويجات، لانه كنشوف شي حوايج يعني ملي كيكثروا ولا كيزيدوا على الحد ديالهم كيوليو غير روينه في الدار. فبالنسبه للالعاب ديال ادم كنضمهم ليه في هذيك البواطه كما قلت لكم. ومن بعد جمعت ليه داكشي اللي بقى، داكشي الكبير في ديك الشبيكه تاع هي ديال الصابون. المهم انا حاطاه ليه تما غير كندير ليه فيها الالعاب ديالو. هنا كنت كنوريكم الراجل اللي كيقاد الجرده شي شويه، كيحاول ينقص هذاك الكازون حتى هو، لانه ولا طويل بزاف وناض فيه داك الربيع الخايب يعني اللي ما عنده حتى شي فائده. فهو يعني تكلف بالجرده اليوم. صراحه هو كيعجبو بحال هاد الحويجات هادو فاش كيكون جالس يعني في الدار ما خدام ما والو، فكيبقى مقابل غير الجرده وهادشي ديال الغرس وديال الزرع، يعني كيعجبو يدير هاد الحويجات هادو. وجاب حتى شي شجيرات، وقيله واش ديال لافوكا ولا ما عرفتش من فاكهه. المهم جابهم قال لي غادي يزرعهم ان شاء الله. ملي غنزرعوهم راه غادي نوريه لكم. المهم هنايا كما قلت لكم انا كنصوره من الفوق، كنت انا كنجمع الدار الفوق ديجا، الدار التحتانيه زعما راني مجموع خليتها مجموعه وكل شيء. كنوريكم بالنسبه للجو، عرفتوا هذا النهار شويه الصهد شويه البرد، ولكن الحمد لله على كل حال. او من بعد ما ساليت البنات جيت مباشره باش نوجد راسي، لانه غادي نخرجوا غادي نتغداو عند لوستي. هذا النهار عرض علينا لوستي باش غنمشيو نتغداو عندها. هذا نهار تاني عيد اولا نهار تاني من مورا ذكرى المولد النبوي. فهنايا جيت كنصايب شعري، شكون قولوا لي شكون اللي بحالي اللي مازال كدير الباتشا. انا البنات ما نقولش لكم هاد الايام كنحاول زعما نعطي لشعري الراحه من ورا كاع فاش صبغته بهذا الكحل. على فكره بزاف اللي سولتوني على الصباغه اللي كنت درت، ان شاء الله راه غادي نهضر لكم عليها، نقول لكم شنو هما الحوايج اللي ما عجبونيش فيها، شنو هما الحوايج اللي زوينين فيها. ولكن هنايا المهم راني كنت كنصايب شعري، باغا نصايبو هذا النهار بوكلي، داكشي علاش بغيت نبدل شي شويه سامبل دائما. المهم قلت نصايبو بديك لاباري اللي عندي اولا ديك الماكينه ديال الشعر. هنا راني جبتها باش نصايب بها. هذه البنات كما قلت لكم راه كتباع عند هكا الناس كيبيعوا المكياج وداكشي، تقدروا تلقاوها عندهم. انا تما انا كنت خديتها من عند واحد صاحبتي صراحه، هي اللي جابتها ليا وشريتها من عندها. هنايا راني كنت باغا نصايب بها، ولكن للاسف هنا كنت كنوريكم بانها لقيتها مديشارجيا، يعني نسيت ما شارجيتها. وهي زعما من النوع الا بغيتي تخدمي بها خاصك ديريها في شارج وكتبقى طافيه، يعني ما كتخدميش بها وانت ملصقاها في الضو. هذا هو المشكل اللي ما عجبنيش فيها، وهذا هو
نشوفوا اللي فيها، لانني كنساها ما كنشارجيهاش، وفاش كنبغيها كنلقاها يعني طافيه وما كديرش ليا شعري كامل. المهم خليتها على جنب، قلت خليها حتى تشارجا نهار اخر، وخديت البلاك ديالي اللي بزاف كتسولوني اش من بلاك كتستعملي. كنستعمل البنات هذا اللي السميه ديالو وقيل على ما اظن بروفيسيونيل، لانه ما عقلتش بزاف على السميه. ان شاء الله من بعد نقرا السميه ونكتبها لكم هنايا. صراحه زوين، فيه درجه الحراره اكثر من 200، فيه 200 وقيله و30 هي اقصى درجه، وزوين وسخون بزاف. والحاجه اللي زوينه فيه هو انه كيخدم بلا فابور، يعني كيخدم بالبخار، ما كيحرقش لكم الشعر وما كيتقطعش لكم. كاين بعض لي بلاك فاش كديروهم كتسمعوا الشعر ديالكم كيبقى يقول داك الصوت انه كيتقطع من جناب. هذا فيه واحد زعما الطريقه باش مبقى ديرو من جناب، ما كيشدش لكم الشعر ويبقى يقطعوا لكم، والصراحه زوين. المهم انا كما قلت لكم عطيت لشعري الراحه من البلاك ومن الصبايغ، لانه باغا نخليه طوال. فداك الشيء علاش غتشوفوني اليوم اللي كندير ليه البلاك، اما عاده البنات ما كنديرش ليه البلاك، وانما غير هكذا زعما كنشفو بالسوشوار الا كنت مدوشه، وكنخليه ولا كندير ليه باتشا شويه هكا حتى كيهبط الشعر صافي وكنخليه. بالنسبه للبروتيين البنات راه مشى ليا من الشعر، لانه كنت درت الصباغه ديك الساعه، والصباغه صراحه ديال كارني حيدات ليا البروتيين من شعري، وطلعوا حتى لي غاسين. ان شاء الله كنفكر غادي نعاود نديرو مره اخرى، واكيد غنشاركو معاكم. بالنسبه للبلاك كنت خديتو البنات بالثمن ديال 350 درهم، وصراحه صدق ليا زوين بزاف. لحد الساعه مازال ما لقيت فيه حتى شي حاجه اللي زعما غادي نقول لكم انها خايبه. فهنايا كما قلت لكم المهم غنوجد راسي نصايب شعري، ومن بعد غادي نمشيو باش نتغداو عند لوسي، غادي يكونوا العائله هكا ديال راجلي كاملين مجموعين عندها. المهم خليكم معايا، اكيد غنشارك معكم هذا النهار كيفاش غيكون. المهم البنات عاد ساليت شعري، صايبتو بوكلي ولكن مازال ما حليت لي بوكل، يعني خليتهم هكا مجموعين تنقرب نخرج، عاد ديك الساعه غادي نحلهم. المهم بالنسبه للشعر غندير هاد لالاك، هذا هو اللي كنستعمل انايا حتى نبغي زعما نخرج من ما نسالي الماكياج وداكشي، عاد غادي ندير هذا. المهم دابا غندير عليه واحد غنجمعو بحال هكا باش يبقى ليا مقاد، وندير هنايا شي فيلولات باش نقاد الماكياج ديالي. المهم حتى نسالي ونوريكم لوك فينال. وهنايا كنا عاد وصلنا عند لوستي كما قلت لكم، لقيناها موجده لينا الغداء وكتسنى فينا، واخا تعطلنا عليها شي شويه. المهم تغدينا، صراحه ما كملتش لكم التصوير لانه ديشارج عليا التليفون، واضطريت باش انه ما نكملش لكم التصوير. دارت لينا من بعد الصفا ودارت لينا الديسير. المهم ما صورتش لكم هادشي لانه كما قلت لكم ديشارج عليا التليفون، وبقينا صراحه جالسين العشيه كامله غير كنضحكوا مجمعين. راكم عارفين فاش كتجمع العائله، غير بقينا ندوزين هكا وقيته زوينه. هنا راه كان الليل البنات، يعني حتى ظلام الحيط تقريبا الوقيته ديال العشاء، عاد خرجنا. المهم كنت دايره مع خواتاتي باش غادي نمشيو نتعشاو عند البهجه سوشي. المهم خليكم معايا حتى الاخر الفيديو. المهم البنات ما عادش تسمعوني ولا لا، صداع يعني حكيمه بالله وبيدلان وجم صدومه. الغفله شديتها على الغفله. المهم جينا عند البهجه باش نتعشاو، يعني فما يمكنش نجي عند البهجة وما ناخدش لاسوب المشهور عنده. الصراحة الصراحة البنات هاد لاسوب دقتها في شحال من بلاصة، فما نكذبش عليكم، بالنسبة لي انا رأيي انا احسن واحد كيصرع الماكلة ازياتيك هو البهجة، تبارك الله عليه. لا من لاسوب لا من بزاف الحوايج دقتهم عنده زوينين بزاف، والاهم من هاد الشي هو انه البنات عنده الاتمينة جد جد مناسبة. نصحكم اي وحدة بغات تجرب الماكلة ازياتيك تمشي عند البهجة سوشي، راه تبارك الله عندهم تعامل زوين بزاف. والدليل على هذا انه كتمشي وما كتلقاوش تبارك الله البلاصه، دائما تنمشيو كنبقاو واقفين باش اننا كنتسناو البلاصه. هنا كنت كنصور لكم البنات، التحقوا بيناتهم امينه وفوزيه جاو عندنا. المهم دوزنا عشيه زوينه وتعشينا مجموعين وضحكنا ونشطنا هذا النهار.
من بعد ما رجعنا البنات للدار، المهم هنا حطيت ادم من مشى لبلاصتو باش ينعس، وهنايا جيت باش نصايب معاكم الوصفه ديال الرايب منزلي اللي كيتحضر ساهل. الوصفه راني ديجا كنت حاطاها لكم في القناه، ولكن صورت لكم هذا المقطع كنت صراحه دايره عليه الصوت، ولكن حيدته باش نهضر معاكم ونقول لكم شنو وقع معايا. ما نكذبش عليكم، كانت غادي توقع واحد الكارثه، ولكن الحمد لله لان ربي لطف كما كنقولوا. الحمد لله انا نقول لكم البنات من ورا هذا النهار، يعني من ورا هذا النهار اللي صورت لكم فيه هذا الشيء كامل، كنت معروضه عند صاحبتي. مشيت انا واحد صاحبتي اخرى، مشينا عندها دوزنا وقيته زوينه في العشيه. صاحبتي ساكنه غير حدا يعني ماشي بعيد عليا، وجايه من عندها يعني في العشيه تقريبا جوي هذيك 6 7 د العشيه جايه من عندها. كنت غير انا وصاحبتي وولد صاحبتي، يعني انا ما ديتش ادم، خليته في الدار مع باباه وراجعين، يعني راجعين عادي فرحانين ضاحكين ما بين حتى شي حاجه. تصوروا يا البنات جايه ما على بالي حتى شي حاجه، حتى وصلت لواحد البلاصه يعني غير قريبه عندي هنايا للدار، و دايزة انا وصاحبتي بواحد شويه ولد صاحبتي قطع الشانطي للجهه الاخرى، فمشات ماما بغات تشد ليه في يدو على حساب غنقطعوا الشانطي لانه كان دايز الحديد من تما. فصاحبتي قطعت الجهه الاخرى، انا بقيت من الجهه اللي كنا جايين منها. تصوروا انه دايز من حدايا واحد الكلب، كلب كبير، كلب عاد يعني كلاب ديال الزنقه ديال الشارع، لانه هنايا الصراحه هذه البلاصه اللي ساكنه فيها انا يعني الاغلبيه الناس كيكونوا دايرين هكا كلاب الحراسه كيكونوا عندهم في الديور ديالهم، كما حنايا راكم عارفين لانه ضروري كيديروا هكا الكلاب في الجرده ولا قدام الباب ولا المهم. خرج كما قلت لكم جاي دايز من حدايا كلب كيتمشى عادي، يعني ما كيجري ما حتى شي حاجه، كيتمشى عادي. تصوروا انه جا حتى وصل حدايا وهو ينقز لي على يديا، تهجم عليا وكان غادي يعضني. عرفتوا بديك الصدمه انه انايا صاحبتي من الجهه الاخرى ديال الشانطي والكلب جاي نيشان لجهتي انايا، وتصوروا انه ماشي زعما انا قلت غادي ندوز من حداه كاي كلب، يعني عادي دايزه عادي من حدا الكلب، يعني ما خفت منه ما حتى شي حاجه. عاده كنخاف من الكلاب، ولكن الا مثلا شتي واحد كيجري ولا شي واحد اللي زعما دار شي رد الفعل، ولكن هذا الكلب جاي كيتمشى عادي ما كيجري ما حتى شي حاجه، قلت غندوز من حداه. فاش دزت من حداه انفو وصل يعني قرب ليا وصل حدايا، نقز على يديا وكان غادي يعضني من يديا. تصوروا ديك الصدمه انايا، لانه ما توقعتش هذاك رد الفعل اللي دار الكلب، ما توقعتش انه يدير لي بحال هكا. غوت واحد الغوته وهربت، طحت بحال هكا هربت منه، وجات واحد الطوموبيل هي اللي داك الضو ديال الطوموبيل والصوت ديالها هو اللي خلع داك الكلب ومشى كيجري. فكانت واحد القهوه غير قريبه ليا، خرجوا الناس اللي كانوا تما، جا عندنا واحد السيد كيقول لنا ردوا البال راه داك الكلب راه جاهل وراه ما عرفت منين جا وكيدور هنايا. فما نكذبش عليكم انا بقات في ديك الخلعه وديك الصدمه، لانه انا كنت غاده ما بيا حتى شي حاجه، زعما ما على باليش انه داك الكلب غيدير بحال هكاك، حتى وقع هذاك المشكل هكاك. كما قلت لكم غير حفظني الله انه بعدت يديا وهربت منه، اما زعما كون راه اصلا راه تقاس عليا وحال فمو يعني باغي يعض اولا كان باغي يوقع شي حاجه. ومره اخرى كنقول الحمد لله لانه ولد صاحبتي ما كانش في جهتي، كان جهتها هي وما وقع ليه والو. الحمد لله لانه مشيت بوحدي ما ديتش معايا ولدي، حيت عاده كندي معايا ولدي، ولكن هذاك النهار سبحان الله بحال الا ربي يعني ما بغاش لهذوك الوليدات شي حاجه، لا صاحبتي ولا لولدي حتى انايا. الحمد لله مني خرجت هكا. فما نكذبش عليكم البنات تصدمت واحد الصدمه وديك الخلعه انه بقيت فيا. تصوروا جايه انا وصاحبتي في الطريق صافي حتى ما عقلتش على راسي، سخفت في الزنقه، جاو تجمعوا لي الناس الجيران اللي كانوا تما، واحد السيده حتى هي صافي، حتى واحد شويه كنسمع غير واحد الصوت ديال صاحبتي كتهضر معايا وما قدرتش انني نجاوبها. فما نكذبش عليكم بقاو كيخويو عليا في الماء، عطاوني نشرب، عطاوني كرسي جلست، عاد يلاه زعما ما رجعت الوعي ديالي ونط وقدرت انني نكمل حتى للدار. واخا البنات تقسحت شويه في رجليا لانه ديك الطيحه اللي طحت، نقدر نخلي لكم هنايا شي تصويره
باش تشوفوا انه تجرحت بزاف رجليا. الحمد لله، انا كنقول الحمد لله اللي دازت هكا ودازت طريفه وما وقع ليا انا والو، ما عدني ما حتى شي حاجه. الحمد لله اني ما عدتش ولد صاحبتي كما قلت لكم حتى هي ولا هي، الحمد لله اللي دازت على هكا. اللي بغيت نقول لكم ردوا البال، ردوا البال بزاف. انا صراحه ما كنتش كنتوقع هاد الحاجه، ومني وقعت معايا دابا ما نكذبش عليكم غايبان ليا اي كلب في الشارع، سواء كان عادي دايز اولا ما غاديش ندور جهته، ما غاديش نقدر كاع نبدل الطريق للجهه الاخرى، لانه ما كايناش ثقه في الحيوانات. وانا زعما ما عمر وقع معايا بحال هاد الحوايج هادو. رانا زعما هاد البلاصه كما قلت لكم كيكونوا فيها الكلاب بزاف، وكل دار تقريبا كيكون فيها كلب للحراسه، فداك الشيء علاش زعما مولفهم تنقول عادي زعما ما تيقيسوك ما حتى شي حاجه. ولكن هاد الكلب ما كنتش عارفه بانه زعما دوك قال لينا السيد انه هذاك الكلب راه جاهل ويقدر يعض اي واحد وهذا، فما عرفتش واش جا من شي بلاصه واش شي حد اللي طلقوا الله اعلم. فاللي بغيت نقول لكم ردوا البال لوليداتكم والله العظيم، خصوصا الوليدات كيمشيو بوحدهم المدرسه، ردوا لهم البال من هاد الحويجات هادو، لانه ما كتوقعيش شنو غادي يكون. انا جايه فرحانه ما بيا حتى شي حاجه، في لحظه كنت غادي يا ربي سلمى نفقد يديا ولا يوقع ليا شي حاجه، ولكن الحمد لله لانها دازت بحال هكا. بغيت نعاود لكم البنات هاد الشيء غير باش تردوا البال حتى نتوما، سواء كان كلب عادي ولا كلب في الزنقه، والله الا ردوا البال، لانه الحيوانات كما قلت لكم ما كايناش الثقه، وكما وقع معايا انا هكا يقدر يوقع مع اي واحد واي وحده فيكم. فالحمد لله الحمد لله مره اخرى لانها خرجت طريفه وخرجت بحال هكا. بلا ما نطول عليكم بزاف البنات، غنقول لكم خليت لكم راحه البال وتا الفيديو الجاي ان شاء الله. وشكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى الميساجات اللي كتخليو ليا، وما تنساونيش البنات من لي كومونتير ديالكم اكيد كنقراهم كاملين وكنحاول نجاوب على قدر الامكان. فدائما كندير لكم جيم، يعني الا ما جاوبتكمش كنخلي لكم واحد القليب كيعبر على حبي ليكم. وشكرا لكم بزاف مره اخرى، وخليت لكم راحه البال حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.